مشاهدينا الكرام، تحية الود والاحترام، اسعد الله مساءكم بكل الخير. مرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده من برنامجكم في الموعد. وهذه الحلقه احنا متفائلين ان شاء الله حتكون حلقه لطيفه على كل المشاهدين داخل السودان وخارجه، بلطف ضيفنا العزيز وبقامته ايضا وبما سيضيف لهذه الحلقه، لانه هو في مجاله اللي بيعمل فيه ايضا هو قدم اضافه كبيره جدا. ورغم انه كان برا السودان لفتره طويله، لكن ما ان رجع فوجد مكانه كأنما هو شاغر يعني في انتظاره، وأصبحت هناك الملايين تنتظر أغنياته وتستمتع بكثير جدا من الأغاني التي يرددها لحلقة الفن السوداني ولأغنياته هو أيضا الخاصة. مصطفى السني حيكون ضيفنا في هذه الحلقة من في الموعد، حندردش معه وحنستمتع بعدد من الأغنيات الجديدة إن شاء الله. مرحبا بكم، مساء الخير أستاذ مصطفى. مساء الخير عليك ومساء الخير على كل المشاهدين، و زي ما قلت ان شاء الله تكون تطلع حلقه لطيفه خفيفه الظل، و يعني تكشف بعض الجوانب الخفيه يعني. ان شاء الله ان شاء الله. انت ليه حاسس انه في جوانب خفيه؟ السؤال ده عاده الناس بيهربوا منه، يعني قصه الجوانب الخفيه دي كده وحياه الفنانين، ليه تهربوا في البدايه؟ والله عشان ما اهرب منه. عشان تواجهه؟ لا يعني انت عاده زول بتواجه الحاجات. اي لا طبعا، هو طبعا دي حاجه اساسيه. انت ما يعني قدر ما تهرب من المشاكل مثلا ولا من المواجهه، هي في الاخير حتكون متواجده وحتلقاك في وقت ما في حته. يعني مصطفى زول مصادم؟ ما. لا ما بتقدر تقول مصادم، لكن جريء. لا يا اخي انا بدي اطلع بكلمه، يا مصادم يا جريء يا اخي. انا يعني قلت بالذات انا قصدي الجوانب الخفيه دي، لانه بيحضرني يعني كم موقف اللي هو يعني من يشوفوك في حته انت مثلا قاعد في التلفزيون ولا بتغني وتكون زول جاد كده، فالقصه ده عامل لي مشاكل يعني. لانه يعني لما الناس يقولوا مثلا انه زول ده والله بيهزر وزول مثلا يعني انت في العاده مرح يعني. والله بحاول. لا ما دي دي دي, دي كمعلومه، ده ما سؤال يعني. لو قلت لك يعني مع الفرقه مع العازفين بني ادم عادي يعني. والله يا اخي مع الفرقه في وقت المرح بمرح، لكن وقت الشغل بكون صعب يعني. يعني الناس مرات بيفكروا انه الجديه دي ما يعني ما مع شخصيه الفنان ما لا ما الشغل ما لازم كده. لازم لا لازم تجود يعني. انا عندي الحاجه بحاول بقدر الامكان كمان لله وحده يعني. انا اقصد الجديه الصارمه شديد، ما انا قصدي انه في الجديه لازم الشغل يعني في حياتك العاديه الطبيعيه كده. انت ممكن تكون زول مسرح، ممكن تكون زول ظريف، ممكن تكون زول يعني بتتنازل عن حاجاتك، لكن الشغل ده بيتحاسب عليك. صح. لو ما كان مثلا انت دول يعني حتى فرقتك او المتعاونين معاك يعني من الاساتذه وكده يعرفوا انك زول فعلا انت زول رسمي وجادي وملتزم في مواعيدك مثلا، ملتزم بشغلك، بتعمل حياتك زي ما يعني مطلوبه منك كده، القصه بتكون فاكه يعني. يعني انت ممكن تحجز لك استوديو لبروفه 4 ساعات مثلا، المفروض تبتدي من الساعه 2 لحد قول 8 6 مثلا، ممكن الجزء من العازفين يجوا الساعة 5. انت الوقت كله بتكون قاعد كده منتظر يعني، لكن عارفين انه انا مثلا بروفتي الساعة 12 المفروض البروفة تبدا مثلا، دي ما بجامل فيها. الشغل مثلا كده الالتزام الشنو كده ما فيها بتاع، لكن الزمن بالنسبة لك كيف يعني؟ الزمن ده أهم حاجة طبعا. لما دي إجابة يعني معلبة كده. لا والله في السودان ما معلمة. يعني انت بتكون كده نشاط ذاته في السودان انك زول ما دي جابه متوقع. الزمن اهم حاجه، لكن هل انت دقيق في زمنك؟ دقيق جدا، عشان كده قلت لك السنه يعني ما براي يعني في ستار. والله انا بحييهم من هنا ملتزمين وكده، لكن لما تقول الكلام بتاع الزمن او تجي في زمنك ولا كده، انت اللي بتكون يعني الكلمه الشاذه او النشاذ يعني. لانه يعني احنا قصه الزمن دي هنا عندنا فيها مشكله كبيره يعني، لاسباب كثيره يعني. انت يعني ممكن تكون المواصلات المش عارف ايه كده، حتى زول ذاته يكون مواعيده الساعه 9 يا دوب تلقى الساعه 8 ونص كده. بقول لك موعد سودانيين شوف. ايوه فانا حتى الشباب اصحابنا يسموني الخواجه يعني، ما 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 قاعد اجامل في الزمن ده الا لاسباب تكون فعلا مقنعه يعني انا اقتنع بها. لكن لانه انا في زمني الا ان شاء الله غير ذلك يعني، لكن في زمني بكون ملتزم يعني. لو عندي مواعيد الساعه 9 لازم انا اكون 7 ونص اتحركت تحسبا لاي طارئ الشارع كده يعني. هسه معروف مثلا الحفله لما يكون لو الحفله 9
لو اتاخرت شديد 8 ونص انا بكون قاعد في حته العب. في جزء من النقاد بيفتكروا انه انت كله ما اديت مساحه لجمهورك انه يدخل في حياتك الشخصيه، عشان كده في تطبيقات كثيره على انستغرام وفيسبوك وتويتر وغيرها المشاهير بينزلوا فيها جزء من حياتهم الشخصيه، قاعدتك الجماهيريه بتكبر، ولا انت ما شغال بالقصه دي؟ لا انا ما بعيد يعني النظريه دي حقيقه. ما حياتك الشخصيه، ما هو الزول المعجب مثلا ولا المعجبين عموما يعني، ما انت ما بتعرف حاجه عن علاقتهم حياتهم الشخصيه مثلا، فانت ليه تكون مباح ومتاح يعني حياتك ولو على سبيل انك تكون نموذج مثلا؟ والله يا اخي ما اعرف، انا يمكن في ناس القصه دي بالنسبه لهم ممتعه، انا بالنسبه لي خط احمر. ايوه يعني ما 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 افتكر انا ما موافق الراي بتاع النقاد. يعني اي سؤال شخصي في الحلقه دي احنا نشيله برا؟ لا لا، سؤال ده ما عنده علاقه بانه يعني، لا عشان لو نشيل ورا نشيل ورا يعني، اصل انا اكون شايل التليفون ده والله رقدت نمت صحيت مشيت شنو كده طلعت هسه بتغدى ما عارف شنو بتاع دي لاولادي دي ما عارف شنو بتاعنا يعني، اخلي شغلتي بتاعت الغرفه فبتكون تو ماتش. ممكن مره مثلا تكون عندك مناسبه خاصه في البيت كده وبتاعنا تحاول تشرك مثلا معك جمهورك والناس اللي بيستمعوا لك او بيشاهدوك ولا كده يعني مره، لكن ما تبقى شغاله بانه انت طوالي جبت عود جديد مصور وجبت شنو ما عارف عامل كده بتاعنا. القصه دي يعني يعني بالنسبه لي ما انا شخصيا ما مقتنع. في فنانين يعني بيستخدموا الحكايه دي عشان ممكن تبقى لهم هي ريع برضه يعني، او جزء من الـ من الـ من المهنه، انه خلاص انت بقيت مشهور معروف للناس، حاجاتك اللي بتنزلها ممكن تعتبر اعلانات يعني، هو برضه شغل عند ناس الكوره في الكلام ده، ما الا عند الفنانين بس، نحن في السودان هنا بس الحكايه والله. طبعا كل دول بقناعات يعني، لا احنا متوقع انت زول جاي من برا طبعا، والفن برا شويه كان متطور، وبعدين لما جيت جاهز بشكل كبير يعني، فافترض قصه الترويج والاعلانات وان انت شويه من الحياه تكون متاحه على سنة تكون مدخل للجمهور، شويه من الحياه اي ما كل الحاجات، بس انت قلت ما في حاجه، لا انا قلت لك لا شويه من الحاجات. هسه انا قلت لك مثلا ممكن تكون في مناسبه في البيت، ممكن تكون قاعد مثلا ولدك يجي عشان ما اعرف شنو صار معك اوكي، لكن ما بالضروري انه الناس يكونوا عارفين تفاصيل حياتي. انا مثلا قمت مشيت قمت منو وين ليه سويت يعني، ما كمان هي اسمها حياتك الخاصه يعني. مثلا هسه لما نمشي اشتري مثلا حاجه من الدكان وانا بستغرب جدا لما استعمل الكريت، الناس بيكون الزول بيكون قايل بيقول لك رقمك السري كم، فطوال بقول له هو السري صح؟ الدينار اي انا المفروض اعمل انا يعني، انا لو انت قلت سري يعني بسمينه سري ليه؟ وليه رقمك بس؟ القصه دي مرات ناس بتضحك، مرات بيعاينوا لك كده، مرات بيقول لك والله فعلا يعني، الناس بتتقبلها باشكال مختلفه يعني، الرياكشنز بتاعتها بتكون مختلفه. انت بتحس ردك دياف والله بتقييمك طبعا اقول كده بتاع يعني، بقول الحقيقه لطافه يعني، بقول لطافه يعني، انا ما زول شكلي هذول، انا قلت لك زول مسكين من الاول انا قلت انا زول مسكين. طيب نحن عاوزين نسمع اغنيه، الحوارات دي عاده كان بيبدوها باغنيه، لكن كويس اللي بدأنا مختلفين شويه يعني. اي الله ما ما ما, ما شكله انت ضيفنا طبعا، احنا بنسعد بيك وبنفتخر بيك يعني، كل ما نلاقيك في يا سلام الله يديك، خصوصا في المناسبات الكبيره يعني في 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 الاعياد وغيرها، لكن هسه عاوزين نسمع اغنيه. طيب انا هسمعك اغنيه هي والله برضو من الاغنيات القريبه لي شديد، بحكم انه انا كنت مغترب بغربه مختلفه كده يعني خارج السودان، وهي من كلمات الاستاذه اسمها جنيده مهنيه، بحييها وبحيي اسرتها ومن الحاني. اسمها شو الاغنيه؟ طعم الغربه. طيب نسمع بعدين نتكلم عن طعم الغربه بعد ذاك. هديك الليل شوفوا الغربة ماشة شوي، هديك الليل شوفوا الغربة ماشة شوي، وانا البقار من عينيها ما اشوفها
ديالي وين البطار منين يمشي وتنادي عليه وين البيت شابه فوق للغيم وين البيت شابه فوق للغيم كان الغيم تشفى لي تحضني وتحليك فوق فوق ديارنا العمل تسرح بيه
هناك في الغربة يا أهلي، هناك في الغربة يا أهلي، هناك في الغربة يا أهلي، بشوف الناس غريبة وتاية وفي أحضان طاوية الحياة. بشوف في عيونه يا أهلي، بشوف في عيونه يا أهلي، بشوف في عيونه يا أهلي، نظرات الودار والهم بتكويني وتخلف الكيل. أستاذ مصطفى كتر خيركم يا جميلة، وإيقاع الدلب من الإيقاعات السودانية الخالصة الخاصة بتاعتنا بالتأكيد. مرق هوغايتو عبر 200 فنانين أنا حيبروا، ده برضو سؤال بيسألوه كل كثير لكن ما عندكم حل غير أنه تجاوبوا يعني. أنا عارفه من الأسئلة المتكررة لكن ما يعني نحاول كده نقدم إجابة مختلفة المرة دي. والله يا أخشوف أنا مثلا كنت موجود برا ومعي مجموعة من الموسيقيين والفنانين والفنانات وأنا من هنا بحييهم تحية خاصة والله. كنا مجتهدين جدا انه نحاول بقدر الامكان يعني بامكانياتنا المتواضعه انه يعني نوصل ولو جزء بسيط من الـ من الـ يعني نساعد في 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 عمليه اظهار ونقل الفن السوداني لل المتلقي او المستمع الغير سوداني. يعني لو بقى اوروبا الخليج ولا كده.
بالاشتراك في مهرجانات كثيره جدا وكبيره جدا. والشباب ديل والشباب ديل بيبذلوا مجهود خرافي والله. انا من هنا بحييهم تحيه كبيره يعني. اوروبا، كندا، امريكا وكده. وبنلقى قبول يعني ما اقدر اقول لك خرافي برضه يعني. لما انت تذهل يعني القبول اللي بتلقاه يعني والتفاعل من لما يسمعوا موسيقتنا، الموسيقى حقتنا، حتى لو كانت مثلا آلات بسيطة، لو بقت عود وإيقاعات مثلا أو فرقة صغيرة أو فرقة كبيرة ولا كده، يعني بيكون في قبول وشديد. لما تنزل من المسرح بتلقى في كمية من الناس بيجوا بيحاولوا يطلعوا منك بمعلومة. اللي بيكون داري يتعلم العود، اللي بيزالك لو عندك سيديز، الناس اللي بيزالوكم انتم من وين، نوع الغونة ده شنو، الداري يتعلم مش عارف ايه، الدونة مثلا ويب سايت نشوف الحاجات دي لو في فنانين تاني عندكم ولو كده وهكذا. نحن مشكلتنا انا في رأيي الشخصي الامكانيات. يعني لو كان مثلا هنا في وزارة الثقافة مهتمة بالبعثات الفنية زي ما كانت بتحصل زمان، ما احنا شاركنا في مهرجانات عشان نكون واضحين. جزء كبير من شبابنا الان برضه بيشاركوا في برامج المسابقات، بيشاركوا باغنيات سودانيه، بيخلطوها مره باغنيه عربيه واغنيه اجنبيه، لكن الاغنيه السودانيه موجوده. بنشارك في مهرجانات متخصصه، مهرجانات تراثيه وثقافيه وكذا، وبنشارك في مهرجانات التسوق زي سوق واقف مثلا، غير من المهرجانات اللي هي دي بيجيبوا لها النجوم بيطلبوهم طلب، بيتم الاتصال بكم. لسه اغنيتنا السودانيه ما ضمن خيارات الاخرين يعني. عندها علاقة بالإمكانيات. نحن ككلمة يعني من أجود الكلام الممكن يتقال من الشعر. اللحن برضو جميل و يعني ينافس. عندنا مشكلة في شكل التسجيل والتوزيع، فكرة الكواليتي، لأنه الحاجة دي عندها علاقة بالإمكانيات، بالأجهزة، عندها علاقة بالتسويق، عندها علاقة بالتجويد. طبعا عندي العقدة بتاعت التسويق دي، ما في مفروض المذيع ما يقول الكلام ده، لكن احس انه الشخصية السودانية ما بتسوق له روحها كويس يعني. برا ممكن يكون في سوداني وشخص من جنسية اخرى بيشتغلوا نفس الشغل، والسوداني بيقدمه بشكل صح جيد، وذاك شوية حيترقى وحيبقى اداري، لكن احنا ليه ما بنقدم روحنا يعني؟ ما احنا كسودانيين عموما قد نقول والله ناقصانا شجاعة ادبية. انتوا فنانين ما عندكم مشكلة، ما في شجاعة أدبية. الحاجة دي ممكن يكون عندها علاقة بالتربية وبالعادات والتقاليد والمجتمع أكثر من إنها يعني شجاعة أدبية ولا كده يعني. يعني أنا لو داير هسه من زول قروش يعني، الفكرة بتاعت الحياة يعني اللي بيمنعك، ده كان زمان أصلا أعرف القصة كيف، لكن الحياة بيمنعك من إنك تطلب يعني قروشك، وحتى لو انت محتاج لها وعارف انه الزول الثاني مثلا عنده الامكانيه. يعني الحاجه عندها علاقه بالحياه وبالمش عارف ايه والعادات والتقاليد، يقول لك قروش هاي لكن ما بقدر امشي اشيل من الزول ده، ما خلاص لو ما بشيله. طعم الغربه، اغنيه بتتكلم عن الغربه، يعني زول كان في الغربه فتره طويله جدا ومارس الفن في الغربه، وبعد ذاك سقطتك يعني. الغربة عندها ميزة انه بتخلي الاحساس بيكون صادق في الغناء، في الكتابة، في يعني في الاداء الفني عموما. ثلاث اغنيات بس، لما كانت تغني اكثر في زول ممكن يسال سؤال زي ده يعني. ليه غناك للغربة بسيط؟ وليه اداء بس مصطفى السني لما جاء اتعرف باغاني ابو داود مثلا؟ ليه طوال ما طلعت اغنية تعبر بها عن الحالة اللي انت كنت موجود فيها في الغربة مثلا؟ برا مثلا ممكن تكون معروفة شديد والناس حافظينها وعندها تأثير كبير، لانه يعني الناس معايشة الغربة. انت لكن هنا يعني الا تبقى مثلا في برامج زي دي، يكون في مهرجان يكون كده، ما ممكن تغني طعم الغربة في بيت عريس مثلا، صح، في بيت مناسبة، لانه حيكون اخر يعني فعلا حتكون طعم الغربة يعني، حتكون ثاني اخر حفلة لك يعني. يا اخي في بيت المناسبة بيقول لك غني لنا دمعين اللي شتت. اي لكن دمعين اللي شتت مع شكل الايقاع مختلف يعني، في الايقاع ممكن يكون راقص، الكلام ممكن يكون اي حزين لكن الايقاع راقص، لكن دي على ايقاع الدليب يعني. بعدين هي الغربة دي ما بضروري انت تكون تقول الكلام مباشر يعني. مثلا اهي يا يمي من غلبي، اللي هي كلمات استاذ سارة فضل، انا من هنا بحيه برضه، حي اسرته الصغيره برضه من الحاني، لكن لسه ما تعبت لها بروفات
مع الفرقه عشان تظبط. يعني يعني الغربه نفعت معك ولا ما نفعت؟ عشان دارك في المحور والله هذا الموضوع. الغربه ده مع الفنان يعني اجابه صادقه كده. دائما الفنانين بيتكلموا عن الغربه من الملهمات طبعا يعني في كلام. لا 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 شوف انا واضح. اي الغربه دي عامله كده يا دول، تاخذ من هنا تاخذ من هنا. كفت ميزان يعني. ايوه فعلا تستفيد منها، ممكن تعتمد على نفسك تماما لو كنت، لكن برضه حتضحي في النهايه. ايوه طبعا ما هي بتاخذ منك وبتديك الاثنين عشان الزول يكون واضح حقيقي. يعني فكره انه الهام ينبغي وانا كنت والليل ما بساهر وشنو ما بنوم والكلام ده وبتاع، ممكن تكون ما بتنوم لانه جعان لانه ما عندك قروش، ممكن تكون لانه بتذكر اهلك، ممكن تكون يعني لأنه انا قدر معك في حته القروش دي تجي. أيوة حاقفين المره دي بيغني يعني. نمشي نسمع هو عشان نقفل محور لانه انا يعني خايف على رده الفعل بتاع العداد لما الناس يعرفوا، عشان كده خلينا نقفل الموضوع ده ونسمع اغنيه. حنسمع شنو؟ والله طيب خلاص اديك يعني اديك عشان نطلع من الغربه دي شويه كده. اي ومن العداد يعني ما نطلع طوالي من الغربه يعني، نمشي ليل يعني لغا خفيف نشوف نسمع. طولت منك انا، طولت منك انا. هي كلمات الأستاذ مي حسن أمين، أنا والله برضو بحيي من هنا وحيي أسرتها وآمن الحاني، وبرضو عمل يتلحم في بريطانيا. تمام نسمع. أنا أسمع. سلم عليني قل لي عشوق طال والضحك ردت روح I'm
من يطير كل يجوز طيب طمني يا طيب لك أغنية جميلة الله على إيقاع السير مركز مع الإيقاعات شديد. نحن طبعا الشعب إيقاعي أفريقيا عموما مشهور بالإيقاعات يعني طبعا وبقت ملازمانا في كل مناسباتنا في الأفراح في الأتراح في الحصاد في الاحتفالات دائما نحن بنحب الإيقاعات. طيب دي واحدة من مشاكلنا سألت أنت قبيل انتشار الأغنية السودانية برضو بفترض أنه التركيز يكون يعني قصة الإيقاعات دي يهتموا بها اهتمام شديد نقاط القوة بتاعتنا أيوة والقصة دي ضعيفة يعني لما تجي تلحن أغنية هو السؤال شوية قد يكون صعب يعني الناس حبوك بأغاني أبو داود هل لما تجي تلحن أغنية بتكون خدت في بالك إنه والله يا أخي الأغنية الفلانية دي هي بقت زي نشيد العالم فأنا ححاول أجاريها أو ححاول أعمل والله أنت مصير إنك تركز مع شخصيتك فقط الغنائية الشخصية المغني وشخصية الملحن بعد ذاك المتلقي ده يعني يجب أنا داري أقدم حقي برا يعني أنا بختار من كل بستان زهرة كويس لما أكون بلحن أنا بلحن بإحساسي أنا ما عنده علاقة بأستاذ نرد داود رحمة الله عليه ولا أي زول مهما كنت بعشه إحساسي بالكلام وإحساسي بيطلع مني أنا ليه الفن ده ما صناعة؟ يعني برضو ممكن يكون سؤال أنت ما تشتغل للسوق يعني لا ما أنا ما قاعد أشتغل للسوق ما صناعة بيقى الكلام ده ما والله أنا بتكلم معك جد يعني الكلام ده ظرافة مني أنا يعني حاجة أنا ما حاسيها ما بغنيها يعني هسا أغلب الأوقات أنا بكون بالذات لو أنا بكون شغال بالعود مثلا في جلسات ولا كده ولا بتاعنا أغلب الوقت بكون مغمد كده وبتاع لأنه أنا بعيش الأغنية تكون مركز مع الحاجة اللي بعيش الأغنية قبل ما
اوصلها يعني احاول اوصلها للمتلقي، لكن انا بكون عايش اللغنيه نفسها. يعني لما نجي الحن انا بلحن باحساسي يعني بعمل بلوك لاي حاجه ثانيه يعني. في طقس محدد يعني لا هدوء لا لا بتبعد من ناس البيت؟ لا لا والله لا 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 يعني ممكن تلقى نفسك ما هو خلاص ما في بيجيك حاجات كده بيجيك افكار انت ممكن تكون في الشارع سايق تتونس في الحفله بتغني بتاع بتسجل يعني الفكره لما تجيك بتسجلها سجل صوت هنا سجلها في ذاكرتك كويسه اي بسجل ما كويس والله لكن بس حاجات بسيطه كده لما تيجي البيت مثلا لكنك للعيش مر لا لكن لما نيجي مثلا البيت ولا كده ممكن تكون حاجه بسيطه كده بعد ذاك فعلا في التلفون في اللابتوب ولا كده انا بكون عندي هو برامج بتاع التسجيل بسجل الحاجه وعلى اساسها ببني مثلا او ممكن تلقى نفسك مسكت العود انت قاعد لحنت الاغنيه كلها مره واحده. انا اقول لك مثلا مبالغه اول مره الحن اغنيه هي هي هم كانوا قصيدتين من كلمات استاذنا الشاعر بشير القمر. بشير هو شاعر وملحن وعازف عود ممتاز جدا وهو خالي طبعا. فاول ما مشيت بريطانيا وهو كان موجود هناك وبتاع مين في جلساتنا انا بسمع كده وهو قلت له يا اخي انا ما داير كمان غنى وكده بتاع فداني قصيدتين اداني اغنيه ما ملحن يعني كلام اللي هي باسم القصيده باسم غلطان انا. وغريبه قبل فتره نحن عملنا هو كان جامعه بريطانيا اجازه وعملنا لقاء انا وهو وغنيته ده اول لحن انا لحنته في حياتي هو اداني قصيدتين غلطان انا وحاجه اسمها وطن مغلوب. الغنية ده لحنتها في ربع ساعه اول لحن لي في حياتي لحنتها انا شيل مدرسيه لحنت مش عارف ايه لكن اول مره اقعد كده الحن لحنتها في ربع ساعه. كلام ده 2000 لا 2000 قبل 2000 ما حسيت انها بتشبه حاجه بعديها والله لا لا شكلها براوي يعني إيقاع خليجي كده وبتاع لكن يعني مختلف المهم عاد السمع يعني في 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 وقت ما ان شاء الله. القصيده الثانيه انا ليه هسه ما لحد يعني قدر ما ابتدي حاجه كده يقول لا تشبه شنو كده شنو كده ما اعرف شنو بتاع شنو لحد هسه القصيده قاعده وطن مغلوب في اغنيات طلعت في النص كده اي في ولسه في اغنيات طلعت ان شاء الله اسمها وطن مغلوب هاي كويس كده خلينا طيب نسمع اغنيه مغلوب كم ما بعرف لكن لا لا حنعرف نحن في الحلقه دي نحن مصرين نعرف حيات كثيره فخلينا نسمع ثاني لحن ثالث يعني في الاغنيه والله لحن ثالث طيب لحن ثالث اقول لك من الحاجات الجديده نسمع اغنيه من كلمات استاذنا هلاوي عبد الوهاب هلاوي عبد الوهاب ايوه من هنا برضه بحييه اي والله بحييه تحيه كبير جدا ومن الحان الصديق الملحن المغني عازف العود الماهر مجاهد عمر. طيب نسمع فنسمع Thank you.
في الروح وين ما روح حلقك في الروح تحتل مشاعري المحتلة وانا وين ما روح حلقك في الروح وين ما روح حلقك في الروح تحتل مشاعري المحتلة بحلقك كلها تدل شفتك وانت الكون كله سلام. شكرا لك جزيلا استاذ مصطفى. الله يخليك. مره ثالثه يعني الله يخليك. رابعه وخامسه. اصحابك القريبين بيقول مصطفى ده يعني لانه كان عايش في بريطانيا كثير فهو كانما واحد من
من الفرسان يعني الموجودين، يعني حاجاته كلها بتفاصيل وبنظام وبكذا، تشرب القهوة في شنو الكوباية لازم، يعني في حاجة زي دي كده. والله يا اخي ديل الاصحاب القضابين. لا انا ما كمان ما زول يعني قدر ده ما لا بيقولوا انت زول منظم شديد يعني. والله يا اخي ما منظم شديد يعني، ما يعني زول عادي يعني بجوط الواطه وبصوته عادي، مرات بتكون منظم في حاجات بتكون بلخبط الواطه، في حاجات بتكون كده الشغل بس والمواعيد اللي بكون فيها انا زول صعب. يعني التزام بالزمن والتزام بالشغل بتفاصيل الحياه دي صعب فيها في باقي حياتي زول عادي. يعني التنظيم والترتيب بالنسبة لك ما حاجة مهمة؟ لا لا مهم طبعا، في حاجات مهمة يعني، لكن ما كمان لدرجة ال 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 الحكاية المرض يعني. يعني ما هاي يعني ما لا بالعكس عادي يعني، ممكن عادي جدا تمشي تي هنا يعني يعني، لكن مثلا ما ممكن أكون مرة أجي دول عربية ألقى ما فيها بنزين مثلا، ألقى نفسي ما قادر أمشي بتاعنا، بتكون عاري عامل حسابك بأنه والله الحياة اللي نزلت خلاص المفروض تمشي تعمل كده بتاعنا، ما عندك شنو كده كده بتاع دار تخشل شنو تخشل كده يعني تفاصيل الحياة يعني مرتب يعني يعني نوعا ما كلامهم صح كلامهم صح، بس انت بس يعني نوعا ما لكن قهوة رأيه فيك ما عجبك تاخذ شفطتين وتخطها لا لهم كلامهم صح، انا اقتنعت انه كلامهم صح. لما تيجي تغني اغنية مسموعة يعني اكثر الفنانين اللي انت غنيت لهم والناس الحكاية دي ما زالت يعني معلقة معاهم شديد استاذنا ابو داود ربي يرحمه ويغفر له يا رحمة الله، لكن يعني الان بعد المسيره الطويله دي من الغنى والقاعده الجماهيريه الكبيره والخبره برضو الكبيره اللي انت اصلا جيت بها من بريطانيا وزدتها هنا كمان في السودان يعني في التعامل مع الجمهور وكده، لما تيجي تغني لاغنيه مسموعه بتركز على الفنان ولا على برضو الاغنيه اللي انت بتحسها والله بتشوف شنو الايام دي بيسمعوه الناس وكده؟ بركز اول حاجه على الاغنيه اللي بحسها. يعني انا ما انا بتابع مثلا الوسط الفني وبتابع الغنى وبتابع كده بتاعنا، انا ما من الناس اللي بسمع اغنيه مثلا يعني اشتغلت كده والناس خلاص في الحفلات بدوا يشتغلوها بتاع اقوم امشي احفظها وكده بتاع. يعني انا بحب انه انا انكد غنى يعني يتعامل بشكل مختلف يعني، ما يعني حتى لو الغنى ما حقي مثلا وانا ممكن يكون حقيبه وممكن يكون من اغنيات الرواد ممكن تكون تراث ممكن كده، لكن ما بتهبش العظم بتاع المزيكا مثلا او بتاع الاداء وكده، لكن بتحاول تشكل في فكره يعني توزيع المزيكا شكل الايقاع الكده بتاع عشان تبقى مواكبه مثلا، لكن بيعتمد اعتماد اساسي على الاحساس يعني. انا يعني في غنى مثلا مجرد اول مره اسمع الاغنيه مثلا خلاص انت بتكون عارف انه الاغنيه دي مثلا هتبقى هيت يعني هتضرب كده. لو زاهي دي موقع وين في الحاجات دي يعني؟ تهني مع الزباك عذاب شديد يا اخي. لا مع الزباك ده موضوع ثاني، لكن علاقتك بالاغنيه دي بدات كيف؟ شنو الاضافه اللي عملتها فيها بهدف انها تكون مجدده لكن ما مشوهه؟ والله بس الايقاع يعني شكل الايقاع. انا من هنا بحيي والله استاذنا. انت لما تقول لي الايقاع بتصعب لي، انا دار اقول لك بس اعمل لي انا مقطع واحد من زاهيه بالعود لانه الليله ما حنقدر نغنيها، فلكن داير منها مقطع. وخلينا في المقطع ده نقدم نموذج للناس انه والله احنا بنعمل كده عشان نغير شكل الاغنيه لكن ما نشويها بقى. طيب انا يعني حصه صغيره كده بتاعت مزيكا. كويس، انا بحيي استاذنا كابلي اللي هو صاغ كلمات الاغنيه ولحنها وبعد ذاك بدي الصحه والعافيه ان شاء الله رحمه الله عليه تغنى بها. طيب استاذنا كابلي مثلا بيغنيها يا زاهية يا زاهية قلبي شلتي بي يا زاهية وهكذا. ايوه كويس. استاذنا عبد العز خففها شويه يا زا يا زا زاهية بقت اسرع شويه. هاي بقت اسرع لانه طريقه الاداء ذاته هو قطع الكلام كده بتاعنا بقت الضف. انا هنا كل اللي عملته بانه بمشاركه الفرقه الموسيقيه يعني بيعملوا لازمات جوا وشغل كده الايقاع يعني ايوه الفكره بتاع التوزيع داخل كده عشان ما تكون الحته فاضيه من الكوبليه وبين الكوبليه يعني في الكوبليه تحية المزيكا بكون فيها شكل وبقى الايقاع مثلا راقص شويه ومع مقدمه كده شكلها مختلف مع قفله كده شكلها مختلف وبتاعنا، لكن الكلام زي ما هو التكنيك بتاع الغنى اللحن ما تغير بس
انت بتحاول تغير في تخط بصمتك يعني، ممكن تبقى راقصه اكثر يعني، بس هذه الفكره. غير انه الكلام لطيف وظريف واللحن ذاته دمه خفيف، وما كانت يعني ما كانت ظاهره للناس. انت طيب ليه بتنزعج؟ انا ما اقدر اقول بتزعل، ليه بتنزعج لما يطلبوها منك؟ لا انا ما بزعل بالعكس، حتى في لا 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 بالعكس والله ما بنزعج يعني. ما في اغنيه انا اخترتها غنيتها انزعجت منها، لانه بكامل قواي العقليه انا والله يمكن العقلية. عشان بيطلبوها بس لانه بيطلبوها كثير. ايوه لا بتطلب كثير جدا جدا جدا، فانت مرات بتصل مرحله كده بتكون مليت الاغنيه، لكن ما في الاخير ده طلب الناس. فانت بتغنيها يعني، ما انت كل يوم تاكل فول تاكل فول تاكل فول تاكل، لا تغير شويه تاكل فول هيك شو اللي لا ما حناكل فول في الحلقه دي يعني شوف موضوع انه ما حنغني زاهيه وما سالنا سؤال عدالات. يا سلام يا اخي الله، عشان المره الجايه لما نكون مع عندنا معك حلقه يكون في غنى اكثر. طبعا احنا بنقدم السبت عشان نلقى المره الجايه حابب يزاهي مذكر ان شاء الله، لكن ما مشكله. لكن عموما الاغنيه جميله ولطيفه ولقت رواج والناس بيحبوها شديد يعني. حتى انا في الشارع ده يا جماعه شفت كل واحد يقول يا زاهيه. والله بنحيي كل الناس اللي تغنوا بهذه الاغنيه، ودي واحده من الاغنيات يعني دي واحده من المعبرات عن الفن السوداني. لان مهما يعني جيل وراو جيل والوسائط اختلفت وطريقه الغنى ذاتها والالحان هي بتظل قاعده موجوده. طبعا هي اخذت الايران من دمعي للشتى، اللي هي انا اساسا كنت مسميها نشيد العالم. نشيد العالم دمعي للشتى. اي انا بقفل بها، كنت الجلسات الحفلات وكده برضو عملنا لها توزيع مختلف. فقامت الأستاذة زاهي أخذت من حسابك معانا تقيل دمعي اللي شتت وزاهي والغاية. أنا سعيد جدا والله بالحوار معك في الحلقة. شكرا جزيلا لحضورك لنا في قناة الشروق، أنت صديق للقناة يعني بندعي طبعا أنه إحنا أصحابك يعني ونفخر بالحكاية دي، كبير لي والله. فشكرا لكل ما قدمته لنا يا أخي، الله يديكم العافية. سعيد جدا بالطلة الجميلة دي عبركم، وبتمنى أنه زي ما قلت أنا أكون نزلت بعض الغموض يعني في بداية الحلقة. لا لسه ما زال شخصية مصطفى السني، ما خلاص على 20% كده الناس يعني وضحت اتحدنا غايته هاي، فضل 80% دي ان شاء الله دار لها انا مقيله. فكتر خيركم كثير، وشكرا للمشاهد الكريم يعني. واتمنى انه يعني زي ما قلت لك تكون حلقه لطيفه وظريفه، وسامحونا يعني لو اخطانا وتعدينا ونسينا اي اسماء، و كل القصد خير يعني. حنختم ذات اغنيه. طيب الحمد لله ما زاهيه. المهم الاغنيه حتكون نختم بغزالي، هي اغنيه على ايقاع مردوم، كلمات صديقنا عز الدين طه، ومن الحان الصديق وليد عبد الحميد. نعم، نحن شاكرين لك جدا، وبنشكر كل الشعراء والملحنين اللي يعني قدم لهم اغنيات، وكل الشعراء والملحنين اللي تعامل مع أستاذ مصطفى السني. بنشكر أيضا المشاهدين الكارم اللي تابعونا في هذه الحلقة، أتمنى نكون وفقنا فيما قدمنا. حتى نلتقيكم، تقبلوا تحايا فريق العمل وإلى اللقاء، ونختم مع مصطفى.
غزال يا جفار قرب علي تا غزال يا جفار قرب علي تا خليه قول الغال انت الوحيد في الباب خليه قول الغال انت الوحيد في الباب سارح كمان منجم سارح كمان منجم الف الغلب نما الف الغلب نما سلم سلم سلم